الدكتور مديله مخدر بسبب الانهيار اللي هو فيه، وخايف على جرحه يفتح بسبب اللي بيحصل له لما بيفوق، وصدره مقفول فمركب له اكسجين عشان مش عارف يتنفس. الله يكون في عونك اخوي، الله يكون في عونك يا حبيبي. تسلم يا ست البنات، كتر الف خيرك. انت اللي بدأت يا ابن فاطمة، مش من ساعة ما كلتنا، لأ من زمان قوي. اشوفك في الاخرة يا ابن ابويا. حضرتك يا دكتور، كنا قاعدين بره سمعنا صوت هبد، جينا لقينا مرمي على الارض. ما تسيبوش لوحده تاني، وحد يفضل معاه طول الوقت. حاضر يا دكتور. شويه وهاجي اطمن عليه عشان ننقله على اوضه. حاضر يا دكتور. وانت ايه اللي مخليكي شاكه ان طليق له يد في الموضوع ده؟ عشان رضوان راح معايا البيت عنده عشان اخد ورقي وحاجتي، وقفشوا مع بعض. وبعديها هاشم بعت لي رساله بيستحلف فيها لرضوان. والرساله دي معاكي؟ اه اتفضل. وفي حاجه كمان، رضوان كان قال لي انا مؤمن انه شاف هاشم عندنا في الشارع بعربيته، كان بيراقب رضوان. امتى الكلام ده؟ قبل الحادثه بيوم واحد، والناس قالت ان في عربيه خبطتهم وجريت، فاكيد كل الحاجات دي وعربيه تخبطهم وتجري اكيد كل ده من طرف هاشم. مش شرط، ممكن تبقى صدفه. على العموم انا هعرف بطريقتي. انا بس هستاذنك هتستني معانا شويه لحد ما ابعت اجيب طليقك، خصوصا ان عارف المشاكل اللي بينكم. المشاكل اللي بيننا ملهاش دعوه حضرتك، بس انا عندي شغل، ممكن اروح وارجع لك تاني؟ ازاي يعني؟ انت جاي تبلغي المحفظه ضايعه؟ انت جاي تتهمي واحد في جريمه قتل؟